رشيد خياط ديريكتور كوميرسيال ديال شركه كروسين. شركه كروسين تشتغل في قطاع النسيج في ميدان الجين. كروسين عندها مشاريع تنميه كبيره. الموارد البشريه ديالنا خاصها تسير متطلبات نتاع السوق، خصوصا في مجالات متعدده، خاصه الخياطه، الجوده والتصميم ولا ديجيتاليزاسيون، باش نوصلوا لواحد المستوى بالقطاع ديالنا كبير ونقدروا نحققوا منتوج في غالبيته مغربي، وإلا كان ممكن نوصلوا ل 100% منتوج مغربي.